النهاردة هنتعرف في الفيديو ده على كيفية حرب كورونا والبداية منك انت ومن بيتك او بيتك. رقم واحد، خلي كل حاجة استعمال مرة واحدة زي كوبايات الاستخدام المرة الواحدة. اتنين، استخدم كمامة على نفس المقاس عشان ما يكونش في وسع في عملية التنفس، لازم مقاسات مظبوطة. جلافز برضو بنفس المقاسات. استخدم كل حاجة في بيتك فوطة مخصوصة عشان تحددي من انتشار المرض. استعملي سوائل تنظيف ايدي جيدة. استعملي معقمات معروفة. اغسلي ارضياتك بمواد معروفة. استخدمي الكلور بانواعه والصابون في تعقيم وغسل كافة اجزاء المنزل، الحمامات، المطابخ، الارضيات. واستعملي اشياء ذات استعمال مرة واحدة عشان تنقذي نفسك وتنقذي بيتك وتنقذ نفسك وتنقذ بيتك من الحرب الشرسة مع كورونا. اشكركم وارجو دعمنا في القناة.